السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نتطرقوا للانتيغراسيون بار بارتي أو المكاملة بالأجزاء. دونك الانتيغراسيون بار بارتي هي واحد طريقة من بين الطرق لحل التكاملات أو لليزانتيغرال، يعني من بين التقنيات باش نحلوا ليزانتيغرال. دونك كاينة الانتيغراسيون بار بارتي أو المكاملة بالأجزاء. دونك هذه المكاملة بالأجزاء فيها واحد القاعدة، هذه القاعدة اللي هي تكامل من واحد A حتى B ديال U دو X V بريم دو X T دو X تتساوي U X فوا V دو X من A حتى B ناقص تكامل من A حتى B ديال في دو اكس او بريم دو اكس دي دو اكس. دونك هذه القاعده، واخا غادي نحاولوا ما امكن اننا نعرفوا هذه القاعده منين جات. الاصل ديال هذه القاعده هذه هو الاشتقاق ديال جداء دالتين او لا لو برودوي ديال دو فونكسيون. يعني غادي ناخذ مثلا واحد جوج تاع لي فونكسيون او دو اكس فوا في دو اكس، الاشتقاق ديالهم اش تعطيني؟ تندير او بريم دو اكس فوا في دو اكس زائد في بريم دو اكس فوا او دو اكس. طبعا الحالة هادا تنعرفوه الا كانوا عندي جوج جاول لي فونكسيون البرودوي ديالهم الجداء تاعهم. الاشتقاق تاعو هو الاشتقاق تاع الدالة الاولى في الاشتقاق في الدالة الثانية زائد الاشتقاق تاع الدالة الثانية في الدالة الاولى. دونك من هنا من جات لانتيغراسيون بار بارتي. دونك الا خدينا على سبيل المثال هاد او بريم 2x فوا في 2x اش بتعطينا؟ هادي بتعطينا هي او 2x فوا في 2x بريم ناقص في بريم 2x فوا او 2x. فوالا. دونك انا بطبيعة الحال انتقل من هنا لان راه فقط غير حولت الترتيب ديال هاد العدد هذا، حولته بطرف اخر وبدلت ليه الاشارة تو سامبلومون هادشي اللي كاين. اذا هنا فاش غادي ندخل لانتيغرال ولا ندخل التكامل على هادو كاملين اش غتولي عندي؟ الا دخلت مثلا التكامل ديال او بريم دو اكس فوا في دو اكس نديرو مثلا من ا حتى لبي دي دو اكس، غادي ندخل التكامل على هادو كاملين، غادي يولي عندي اش؟ غادي يولي عندي التكامل من ا حتى لبي ديال او دو اكس فوا في دو اكس دي دو اكس ناقص تكامل من A حتى ل B ديال V بريم دو X و دو X. مزيان. دونك هنا حنا دائما في التمارين تنلقاو هاد الصيغة هادي، هادي الصيغة اللي تنقلبو عليها في التمارين، هادي الصيغة. تيبقى لينا هاد التكامل هذا اش تساوي؟ بطبيعة الحال هنا راه كاين بريم. دونك بطبيعة الحال اشنا هو التكامل ديال او دو اكس فوا في دو اكس الاشتقاق تاعهم بجوج؟ هي ببساطة شديدة هي او اكس فوا في اكس من ا حتى ل بي ناقص، وهذا ما عرفناش التكامل ديالو، دونك ناقص من ا حتى ل بي في بريم دو اكس او دو اكس دي دو اكس. فوالا. وتنحصلوا على ايش؟ تنحصلوا على القاعده اللي درنا في الاول. دونك هاد الطريقه هادي الى عقلت عليها، الى عقلت على الطريقه عمر ما غادي تنسى عليها القاعده، حيت تنعرف الاصل. دونك تنعرف الاصل ديال القاعده منين جا. ثانيا ما غاديش نحل في التطبيق ديال القاعده من بعد ما تنحدد شكون هي او بريم دو اكس او في دو اكس. دونك باش نحدد هاد او بريم دو اكس او في دو اكس كاينه واحد الطريقه مشهوره سميتها البيس. دونك الطريقه تاع البيس، واحد الطريقه سميتها البيس. دونك شنو هي هاد البيس؟ هاد ا كتعني ارك سينوس
arc, cosinus, إلى آخره. دونك هادو تيتسماو لي فونكسيون ريسيبروك ديال لي فونكسيون تريغونوميتريك، وما تيديروهم غير الناس ديال سيونس مات. دونك بالنسبة لي عندو سيونس إكس راه ما غاديش يكون شاف هاد لي فونكسيون هادو. ثم كاينة إل، إل كتعني لي فونكسيون لوغاريتميك أولا الدوال لوغاريتمية، يعني هي الإلين أولا لوغاريتم العشاري، لوغاريتم ديال السيما. بالنسبة لبي كتعني بولينوم أو لا الحدوديات بالعربية. دونك البولينوم اللي تكتبها للشكل A X أس N زائد B X أس N موانز A بلو C تل C. ثم E كتعني الإكسبونانسيال أو الدالة الأسية أو الدوال الأسية. ثم S كتعني سينوس الكوسينوس و التانجنت إلى آخره. دونك ما معنى البيس؟ ما معنى البيس؟ دونك هاد الترتيب هذا فاش تنحصلو على واحد التكامل، شكون هي الداله اللي تندير لها الاشتقاق تنحطها على شكل انها مشتقه، وشكون هي الداله اللي تنحطها عاديه ثم تلقى لها الاشتقاق؟ لانه في الانتيغراسيون بار بارتي فاش تلقى مثلا تكامل من ا حتى ل بي ديال او بريم دو اكس فوا في دو اكس دي دو اكس، باش نطبق هاد القاعده هادي ضروري تنحط اش، تنحط او بريم دو اكس و تنحط في دو اكس، تنحط التعبير ديالهم هنا. من بعد اش تندير؟ تلقى لا بريميتيف او الداله الاصليه تاع او بريم دو اكس، ثم تندير الاشتقاق ديال في دو اكس. اللي سهل لنا هو انه نلقاو الاشتقاق، اللي سهل لنا هو انه نلقاو الاشتقاق. بطبيعة الحال الدالة الاصلية ولا لابريميتيف راه تكون شي شوية صعيبة على انه نلقى الاشتقاق. دونك اشنو هي الطريقة اللي تندير باش نسبق هادو؟ الا تلاحظوا بانه حنا ما غاديش نعتبروا هادي، بما انه هاد الفيديو خاص بعلوم تجريبية، علوم الحياة والارض والعلوم الفيزيائية، دونك ما غاديش نعتبروا هادي، غادي نلقاو ال بي و او اس. دونك اشنو هي اصعب فونكسيون اللي غادي نلقى لها لابريميتيف او الدالة الاصلية؟ هي الالين واللوغاريتم العشاري. دونك هادو هما اصعب وحدين غادي نلقى لهم الداله الاصليه. دونك مادام انه هما صعب باش نلقاهم الداله الاصليه، دونك تنسبقهم وتنحطهم هما في دو اكس باش نلقى لهم اش، باش نلقى لهم الاشتقاق. ثم اللي تابعينهم هما الحدوديات اولا لي بولينوم. دونك مثلا الى لقيت واحد البولينوم ولقيت الالين، راه غادي نسبق الالين هو الاولاني، نحطو هو في دو اكس ثم نلقى ليه الاشتقاق تاعو، عاد نحط البولينوم هنا يعني في او بريم دو اكس ثم نلقى ليه الداله الاصليه تاعو. حيت انا بالنسبه ليا البولينوم اسهل بكثير نلقى ليه الداله الاصليه ولا لابريميتيف على ياش، على الالين. دونك هذا هو الترتيب، الالين ثم لي بولينوم ثم الاكسبونونسييل ثم السينوس والكوسينوس. اسهل حاجه نلقى ليها الداله الاصليه تاعها هي السينوس والكوسينوس، حيت كيف ما تنعرفوا بان الداله الاصليه تاعت الكوسينوس هي السينوس، والداله الاصليه تاعت السينوس هي موان كوسينوس. دونك هذه الطريقه ثم تنطبق هذه القاعده هذه مباشره، يعني تنطبق هذه القاعده مباشره. دونك غادي ناخذ على سبيل المثال واحد المثال معروف في الانتيغراسيون بار بارتي، هو تكامل ديال ln دو اكس دي دو اكس. دونك انا ما حطيتش لي بورن هنا، دونك فاش ما تحطش لي بورن كتسمى بريميتيف، ما كتسماش انتيغراسيون، تسماش تكامل، تسمى داله اصليه. ولكن غادي نلقاو هاد الداله الاصليه عن طريق المكامله بالاجزاء. دونك تنجي تنحط هنا كتيبان لي هي كاين هي داله وحده، ولكن في الاصل هادي راه هي اش، هادي هي واحد مضروبه في ln دو اكس دي دو اكس. دونك هاد واحد راه عباره على ياش، عباره على بولينوم، وهاد ln دو اكس عباره على ياش، على داله لوغاريتميه. دونك شكون اللي غادي نحط في دو اكس؟ غادي نحط في دو اكس. شكون اللي عنده الاولويه؟ الالين هو اللي عنده الاولويه. دونك غادي نحط الين دو اكس. وشكون اللي غادي نحط او بريم دو اكس؟ غادي نحط هو واحد كي سو امبليك. اشنو هي الداله الاصليه تاع او بريم دو اكس؟ هي اكس. دونك غادي نحط او دو اكس تتساوي هي اكس. وشنو هي في بريم دو اكس؟ بطبيعه الحال تنعرفوا حنا الاشتقاق تاع الالين اللي هو اش، اللي هو واحد على
واحد على إكس. ثم جدا نجي نطبق مباشرة القاعدة. دونك شنو هي القاعدة؟ تكامل ديال ألين دو إكس دي دو إكس مباشرة تنحط هنا أش. دائما هنا تنحط لي فونكسيون بريميتيف يعني الدول الأصلية. دونك هنا كنحط في دو إكس وتنحط إي دو إكس، دونك هي إكس ألين دو إكس ناقص تكامل. دائما تنحط هادو اللي كاينين هنا، ولا تنساو عليا تنعاود نطبق القاعدة من الأول. يعني كيما درنا في الأول هاديك الطريقة تاع البرهان، راه هاديك عمر ما غيتنساها ليه. إلا عرفت القاعدة تاع المكمل بالأجزاء منين جات راه عمرها ما غادي تنساها ليا. دونك أنا غادي ندير هي إكس فوا أن سوغ إكس فوا تي دو إكس. دونك مادام ما كاينش عندنا هنا لي بورن، غادي نحط غير إكس إلين دو إكس ناقص، غتمشي إكس هنا مع إكس، غتبقى عندي لانتيغرال ديال إكس تي دو إكس، أو لا عفوا واحد تي دو إكس. كيف ما تنعرفو الدالة الأصلية ديال واحد هي إكس، دونك كتولي عندي هي إكس إلين دو إكس ناقص إكس. دونك هادي هي الدالة الأصلية ديال أش تاع الإلين أو لا لوغاريتم نيبيريان. دونك هذا هو الشرح ديال الطريقة المثلى باش نحاولوا نطبقوا المكاملة بالأجزاء. إن شاء الله غادي يكون فيديو آخر حول تطبيقات المكاملة بالأجزاء، وغادي ناخذوا بعض الأمثلة باش نحاولوا ما يمكن نتمكنوا من هذه الطريقة أو هذه التقنية اللي هي مهمة جدا في الانتيغراسيون.